اتكلم كمان كابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب عن أفضلية مصر في التتويج ببطولة أفريقيا وأمم أفريقيا واللي بتحتضنها مصر في فبراير المقبل. ووضح كمان وقال إن اللعيبة حاسين بالمسؤولية تجاه الجماهير، وطبعا هم بيوعدوا الجماهير بالفوز باللقب القاري. وقال كمان كابتن محمود جابر تنظيم البطولة في مصر حافز للعيبة، في نفس الوقت احنا دلوقتي مطالبين إن احنا نفوز بيها. مصر بكل منتخباتها لما بتشارك في أي بطولة بيكون لها الهدف هو الفوز بها، هي دي مصر بتاريخها الكروي الكبير. ليس الهدف من البطولة الوصول لكأس العالم فقط، نؤمن بأنفسنا وعلى الجميع أن يؤمن بنا، هدفنا أكيد البطولة. وكمان أتم المدير الفني لمنتخب الشباب تصريحاته وقال البطولة بتنتج فرق ومنتخبات قوية خلال المنافسة، لكن بشكل عام أرى أن السنغال فريق قوي جدا في المرحلة السنية دي، وجامبيا ونيجيريا من المنتخبات اللي بتمتلك كمان قائمة قوية، وجامعة بالذات كمان منتخب قوي جدا بدنياً.